السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم الطب ومعكم محمود سعفان. هنتكلم إن شاء الله النهاردة في تاني حلقة من سلسلتنا علامات الخطر Alarming Bells، علامات الخطر في القلب. أول علامة من علامات الخطر في القلب ألم تمزيقي في الصدر بيسمع للظهر. الألم ده بيظهر فجأة، ده ربما يكون انفصال في طبقات الشريان الأورطي. على الرغم من إنها حالة طبية نادرة الحدوث إلا أنها مميتة، ولو تم معالجتها بشكل خاطئ تؤدي إلى الوفاة. كل تأخر ساعة واحدة عن أداء الجراحة يؤدي إلى زيادة نسبة الوفاة بنسبة 2%. الأدوية مذيبة الجلطات قاتلة في مثل هذه الحالة. ثاني علامة من علامات الخطر إغماء فجأة مع الشعور بضربات القلب ثم إفاقة سريعة. هذه العلامة مطابقة تماما لحدوث اضطراب بنظم ضربات القلب، يتطلب عمل رسم قلب فورا والعرض على أخصائي. ثالث علامة من علامات الخطر أي مريض عنده مشكلة تركيبية في القلب نتيجة حمى روماتيزمية قديمة أو صمام صناعي. ارتفاع في درجة حرارة الجسم مع فقد في الوزن وعرق ليلي، لابد من الأخذ في الاعتبار حدوث التهاب بكتيري في الغشاء المبطن للقلب. رابع علامة من علامات الخطر ألم شديد في منتصف الصدر يعتصر القلب، يعتبر جلطة في الشريان الساجي إلى أن يثبت العدد. آلام الجلطة تأتي بشكل مفاجئ وتسمع في أي مكان، الكتف الشمال، الرقبة وأسفل الفك، الكتف اليمين، منطقة فم المعدة. على المريض أن يأخذ 4 حبات اسبرين أطفال ويتصل بالإسعاف فورا 1، 2، 3 أو 123. خامس علامة من علامات الخطر ألم في الصدر مع المجهود في كبار السن وخصوصا المدخنين، ينبئ بحدوث نقص في الإمداد الدموي للقلب نتيجة تصلب الشرايين. الأكثر عرضة لحدوث هذا المرض المدخنين ومرضى السكر ومرضى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الدهون والكوليسترول بالدم وكبار السن. على المريض الذهاب فورا لدكتور قلب للتشخيص وتجنب المضاعفات. سادس علامة من علامات الخطر مرضى الضغط اللي بيتعرضوا لنوبات مفاجئة من القلق الشديد مع احمرار في الوجه وشعور بضربات القلب. من الممكن أن يكون ما يحدث هو سبب يمكن علاجه لارتفاع ضغط الدم نتيجة حدوث ورم في نخاع الغدة الكظرية، وهو سبب نادر ولكنه موجود. يتم تأكيد التشخيص بعمل VMA فالينايل مانديليك أسيد في تجميع البول 24 ساعة. سابع علامة من علامات الخطر صعوبة في التنفس بشكل مفاجئ مع ألم شديد في الصدر يزداد مع التنفس خصوصا بعد العمليات والجلوس في السرير لفترة طويلة. هذه الشكوى مطابقة تماما لحدوث انسداد في الشريان الرئوي. ربما يكون من الملاحظ حدوث التهاب وتورم في أحد الساقين نتيجة حدوث جلطة في الأوردة العميقة للساق. عوامل الخطر: عدم التحرك لفترات طويلة، جراحة حديثة، تركيب كانولا في وريد رئيسي، السرطانات عافانا الله وإياكم، مشاكل التجلط، الجفاف وحبوب منع الحمل. ثامن علامة من علامات الخطر صعوبة في التنفس ونهجان مع المشي والمجهود أو أثناء الاستلقاء على الظهر، ده ممكن يكون فشل في القلب. أشهر أسباب فشل القلب: 1، مشكلة في الشرايين التاجية المغذية، 2، مشكلة في صمامات القلب، 3، مشكلة أو ضعف في عضلة القلب نفسها. أعراض فشل القلب: نهجان وصعوبة في التنفس مع المجهود أو عند الاستلقاء، صعوبة في التنفس وكحة يستيقظ عليها المريض بعد النوم بحوالي 2 ساعة، تورم في الساقين. تاسع علامة من علامات الخطر ودي خاصة بمرضى زيادة إفراز الغدة الدرقية، لو حصل لهم خفقان وإحساس بضربات القلب غير منتظمة ده ممكن يكون بسبب رعشة في أذين عضلة القلب، وده أشهر سبب اضطراب في نظم القلب ممكن يحصل، ويتطلب عمل رسم قلب لتأكيد التشخيص وأخذ مضادات تجلط لتجنب المضاعفات. عاشر علامة من علامات الخطر والأخيرة ودي خاصة بأي مريض تحت 65 سنة حصلت له جلطة في المخ قبل كده أو في أي مكان، لابد من عمل إيكو على القلب
لاستبعاد أن يكون السبب مشكلة تركيبية في القلب أدت إلى حدوث هذه الجلطة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واعمل سبسكرايب عشان تتابعنا في الفيديوهات الجاية، ومنشن لأي حد ممكن الفيديو ده يفيده. نترككم في رعاية الله.